في بداية الحملة الانتخابية قررت ألا يصدر منا أي شيء حتى نكون على مسافة واحدة من الجميع، وأعلنت ذلك في بيان، وطلبت من الإعلاميين والثقافيين والصحفيين أن يتركوني في شأني حتى لا نؤثر في أحد، وتركنا المرحلة الأولى وتمخضت عن رأي الشعب كما أراد الشعب. بعضهم كتب ساخرا مفتي الديار خارج الخدمة، وهذا شرف لي أن أنزع يدي مما لا شأن لي به، وهذه أوسمة على صدري أفخر بها، أنني عالم للجميع أبين لهم دين الله، ولا أدخل في السياسة الحزبية بأي حال كان ولا تحت أي ضغط، فلم أنتمي إلى حزب في كل الأنظمة، بل ولم أنتمي إلى جماعة وإلى مجموعة، إنما جعلت قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون نبراسا لمن أراد طريق الله وأراد العودة إليه. أفهم أن هناك تضاد بين مفهوم العلمانية والشريعة الإسلامية، أم أن لكم رؤية يعني تكمل رؤية الدكتور عمارة أو توضحها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه كلمة جديدة العلمانية. وافدة علينا، إذن فلا بد من الرجوع إلى الأصل المستعمل في الغرب. هذه الكلمة عندما أردنا أن نترجمها حدث كما أشار الدكتور عمارة هذا الخلاف ما بين هي علمانية أو علمانية أو عالمانية، ومعنى هذا أنها ليست من إنتاجنا وليست من حضارتنا وليست من اشتقاقاتنا. هذا إذن مصطلح بإزاء مفهوم وارد إلينا، فلا بد علينا أن نفهم ماذا يريدون. من أبدع ما كتب في هذا حتى نحكم إذا كان هذا موافقا للإسلام أو مخالفا للإسلام أو موافقا لحضارتنا وتاريخنا وهويتنا أو مخالف لذلك، العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية للمرحوم عبد الوهاب المسيري، وهو كتاب في جزئين يشرح فيه بالتفصيل ما معنى العلمانية الشاملة وما معنى العلمانية الجزئية التي أشار إلى بعضها الدكتور عمار. القضية كل إنسان من 6 مليار في الأرض يتشوف للإجابة على هذه الأسئلة، سؤال متعلق بالماضي وسؤال متعلق بالحاضر وسؤال متعلق بالمستقبل. وهنا تأتي الأديان السماوية وتأتي الفلسفات الوضعية لتجيب بطرق معينة ومختلفة على هذه الأسئلة الثلاثة، ولذلك نسميها في حضارتنا بالأسئلة الكبرى، لأنها أسئلة شاملة لكل البشر، لأنها هي التي حيرت الإنسان، لأنها هي التي إذا ما تأمل الإنسان في وجوده وفي الكون حوله فإنه يسأل هذه الأسئلة. ما الأسئلة هذه الثلاثة الكبيرة التي حيرت الناس وأجاب عنها كل دين؟ احنا جايين منين؟ ممن نحن؟ جايين منين؟ الماضي بتاعنا الاسلام واضح انه ربنا خلقنا. نعم. وكذلك الدين واضح، المسيحية تقول ان ربنا خلقنا، اليهودية تقول ان ربنا خلقنا. طب وبنعمل ايه هنا؟ هو معنى الحياة دي ايه يعني؟ انا قاعد هنا ليه؟ فالسؤال هذا متعلق بالحاضر
بواقعه الآن؟ هذا السؤال أجاب عنه الإسلام وقال له أنت مكلف. ومكلف معناه أن هناك أمر ونهي من الإله بيقول لك صلي وصوم، اوعى تسرق، اوعى تنهب، اوعى ترتشي، حج، اوامر ونواهي. طيب ولزمه ايه بقى التعب ده كله ده، واقوم اتوضى الفجر واصلي واعمل وكذا الى اخره؟ فبيجاوب لي على الاجابه السادسه، هو ماذا سيكون غدا وانا شايف الناس بتموت، بيتولد وشفته هو بيتولد ونبقى فرحانين غايه الفرح وهو بيولد، ثم بعد ذلك تمر الحياه ثم يموت، ويموت في اي مرحله كانت، وهو طفل وهو شاب وهو شيخ، سبحان الله. طب نروح فين؟ فياتي الاجابه الثالثه ان هناك يوما اخر فيه جنه، فيه نار، فيه حساب، فيه عقاب، فيه ثواب، ويرسم لنا الدين وبالتفصيل دين الاسلام هذا الحال في هذا اليوم. وفي صلاتنا في كل ركعة نقول مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فهنا الإجابة على الأسئلة الثلاثة واضحة عندي وفي ذهني ومستقرة في يقيني وفي هويتي، وأنا طالع على كده. فلقيت الفلسفة دي اللي جاية لي بيقول لي لا ماما أنت بتدخل ليه المدخل ده، واحنا شعرفنا بالحدوته دي بتاعت انه ربنا خلقنا ده. لا انا ليا مدخل تاني. قلت له ليك مدخل تاني غير انك انت بتؤمن بان الله هو اللي خلق، وبان الله هو اللي كلف، وبان الله هو اللي اليه المرجع والمآب، ليك اجابات تانيه؟ قال لي اه. اذا ده اول خلاف بيني وبينك، عشان انا انت دلوقتي بتسالني هو ده مخالف ولا مش مخالف، يعني مختلف ولا لا؟ صحيح. ايوه كده، يبقى مختلف بين العلمانيه والحضاره الاسلاميه والاسلام. خلاف او الاسلام ان هنا بيقول لي بقى انا بالنسبه للسؤال الاول انا مش نفسي اخليه اسمه الاسئله الكبرى، انا عايز اخليها اسمها الاسئله النهائيه. قلت له يعني ايه؟ قال لي انا هقعد ابحث، هبحث في الفلك وفي الجيولوجيا وفي الأرض وفي السماء علشان أجاوب على الحكاية دي. قلت له أجاوب على إيه؟ قال لي أجاوب إذا كان في ربنا ولا فيش، وأجاوب على إذا كان ربنا خلق الخلق ده ولا لأ، وأجاوب على إذا كان ربنا أوحى لينا علشان افعل ولا تفعل زي ما بتقول ولا لأ. ومن هنا راحوا لابسين حكاية العلم بالقضية دي علشان يسميها علمانية. كأن الإجابة على هذه الأسئلة تحتاج إلى علم حتى، لأنها أسئلة نهائية. قلت له بس أنا من غير العلم ده، الفيزيولوجيا والفلك وكذا إلى آخره والفيزياء والكيمياء والطب وكل حاجة وأنا مؤمن بيه يعني، بس أنا حتى التأمل لهذا الكون العظيم اللي حوالينا وببساطة كده زي الأعرابي ما قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، يعني فنهار ساج وليل داج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ يعني دي حاجة زي ما تكون فطرة في الإنسان 6 مليار عالمهم وجاهلهم بيقولوا إن في إله، لأن القصور الذاتي محال في فطرة الإنسان وعقله وبأصل الخلق. فحضرتك عايزني يعني تربط ليه ما بين العلوم الحلوة دي اللي بتعمر الكون وما بين الإجابة على السؤال الأول؟ أنا مختلف معك حتى في هذا الأسلوب، ولكن الإجابة الأولى دي إجابة فطرية. نمرة 2، ما دمت قلت إن أنا استنى بقى لما أعرف في ربنا ولا ما فيش، يبقى نحيته مش أنكرته، لان احنا كل ما بنقول نحيناه يفهم بعضه لا احنا ما بننكرش ربنا، انا عارف ان انت ما بتنكرش ربنا بس نحيته، خرجته عن الاجابه مش هجاوب. طيب يبقى انا دلوقتي مكلف بايه؟ قال ولا حاجه، انت بقى تخليك كويس مع الناس وتخليك يعني بتعمر الارض. ازاي؟ قال فكر وتدبر وقول واعمل. وهنا دي
تأتي نقطة الحرية، اتركه يعمل، اتركه يمر. فإذن الإجابة على الأسئلة الثلاثة مختلفة. وبعدين بيقولي طيب اللي بعد الموت، قال يا مين يعيش، برضو أنا مش هجاوب عليها، أنا أهتم بحياتي الدنيا، ولذلك سموها عالمانية، يعني أنا عايز أعمر هذا العالم. يبقى إذن لازم بقى إذا كنا عايزين نناقش، نناقش بالصراحة دي. الإجابة على الأسئلة الكبرى اللي بيسموها الأسئلة النهائية، هم عايزين يخلوها إيمانية، يعني كل واحد مننا يعمل اللي هو عايزه. الكون كما ترى، وهنا بننتقل إلى نقطة أخرى وهي المطلق والنسبي. هو في مطلق ولا كل حاجة نسبية؟ فاللي بيتوجه في العلمانية إنه لا، النسبية دي حاجة مهمة جدا، خاصة في العلمانية الشاملة، والنسبية دي هي كل حاجة، لكن المهم الكم والإنتاج والعقد والاستهلاك ومبادئ كثيرة بتكون ما نسميه بالنموذج المعرفي. لكن القضية لماذا، وده اتواجد في الصحافة وفي الإعلام وكده، لا يوجد مسلم علماني؟ عايزين يخلونا مسلم علماني، بنقول ما ينفعش. ليه؟ لأنه ده نموذج معرفي وده نموذج معرفي تاني، مختلفين، اختلاف. لما نيجي في النموذج المعرفي ونحط العناصر بتاعته نلاقيها 30 عنصر مختلفين، الإجابات مختلفة، يبقى مختلف، يبقى ازاي مسلم علماني؟ ما ينفعش، لا يستوي الأمر، لا يستوي. نعم. القضية لماذا، وده اتواجد في الصحافة وفي الإعلام وكده، لا يوجد مسلم علماني؟ عايزين يخلونا مسلم علماني، بنقول ما ينفعش. ليه؟ لأنه ده نموذج معرفي وده نموذج معرفي تاني، مختلفين، اختلاف. لما نيجي في النموذج المعرفي ونحط العناصر بتاعته نلاقيها 30 عنصر مختلفين، الإجابات مختلفة، يبقى مختلف، يبقى ازاي مسلم علماني؟ ما ينفعش، لا يستوي الأمر، لا يستوي. نعم. طيب، إذا الأمر واضح، وجالي ضيفي العزيز فضيلة الدكتور أسامة الأزهري كما أوضح فضيلة المفتي وفضيلة الدكتور عمارة، هناك اختلاف جذري ما بين الإسلام كدين وشريعة وما بين العلمانية، كيف نفض الاشتباك؟ وهناك تيارات، والبعض يتحدث عن أننا نريد دولة علمانية أو أن هناك تيارات علمانية، شايف هذا الاشتباك إزاي، وكيف يعني نوضح الصورة لهؤلاء؟